الفاشينيستا نجلاء عبد العزيز تظهر بإطلالة جديدة بشعر الكيرلي وبملابس شبابية عارية مكشوفة، والجمهور يثني عليها وعلى جمالها. فمن الواضح أن أهلها هم من وقفوا أمامها وأرادوا توبيخها بسبب نشرها لهذه الصور، فقالت أن الصور اتسرقت، أرجوكم احذفوا الصور لأن أمي منهارة. تابعوا معنا باقي التفاصيل ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك واشتراك. تصدر هاشتاج نجلاء عبد العزيز موقع التغريدات القصيرة تويتر قبل ساعات، وانتشرت صور جديدة للفاشينيستا السعودية في أحدى الظهور لها، بدت خلالها بلوك جديد ومختلف. وشبه كثيرون صور نجلاء عبد العزيز بالفنانة اللبنانية ميرام فارس بعد اعتمادها روتين مختلف لشعرها وتطبيق البروتين وتصفيفه بطريقة الكيرلي لتغيير من ملامحها. وقارن البعض صورها القديمة بشكلها الجديد، حيث غير شعرها من شكل ملامحها أيضا لتبدو بالفعل قريبة الشبه من المطربة ميرام فارس. ولم يصدق المتابعين هذا التغيير في الشكل نجلاء عبد العزيز، وأشادوا بجمالها وعلقوا بالكثير من التعليقات اللي أشارت لإعجابهم بها وبشكل شعرها الجديد. لكن هذا الكلام المعسول والإعجابات لم تدم طويلا، حيث تعرضت الفاشينيستا السعودية على أثر ذلك لهجوم لاذع من قبل رواد التطبيق، وهو ما دفعها للتكتم على التعليق في البداية قبل أن تخرج عن صمتها وتوضح أن الصور القديمة سربت من حساب وهمي ومن قبل بعض الأشخاص الذين كانت تثق بهم وأنها غير مسؤولة عن نشر الصور. صور نجلاء عبد العزيز بملابس مكشوفة دون حجاب في أحدى الظهور لها وللفاشونيستا السعودية تبرر ما فعلت. في الأول كانت سعيدة بتعليقات الجمهور لما أعجبوا بشعرها وبتسريح شعرها الجديد، وبعدين لما الجمهور هاجمها قالت الصور اتسرقت. حيث أكدت الفاشينيستا السعودية أنه تم تسريب الصور من حساب وهمي لها من قبل ناس كانت تثق بهم وأنها غير مسؤولة عن هذه الصور، وقالت أن والدتها بحالة انهيار تام جراء تسريب هذه الصور الشخصية، وبتطالب كل النشطاء بحذف الصور لها التي تم تنقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن للأسف هذه الصور تم توثيقها بالفعل على حسابات جوجل، وهو من الصعب أن تقوم بحذفها. مرت سنوات وجروح صوري القديمة لا زالت، وأول مرة أبررها علنا وانفجرت القنبلة الأولى. ما رح أقدر ألوم أحد، ألوم نفسي لأني أنا وثقت بكتير ناس وأرسلت لهم صور خاصة لي، والحين هي صدمة ولا إيش؟ كل شيء قاعد ينزل. ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض لها الفاشينيستا السعودية لهجوم لاذع، وإنما قامت من ذي قبل بإلباس طفلها الذكر ملابس حفل الزفاف، وقامت بوضع له مكياج كامل، وهو ما أثار حفيظة واستهجان العديد من رواد منصة سناب شات الذين تداولوا المنشور والصور. وتصدر اسم المدونة نجلاء عبد العزيز مؤشرات التطبيقات الاجتماعية في السعودية ولفت أنظار السلطات في البلاد. وعلى هذا استدعت النيابة العامة السعودية المدونة نجلاء عبد العزيز للتحقيق معها في الواقعة بتهمة التعدي على حقوق الطفل، وذلك قبل أن تخرج الأخيرة عن صمتها وترد على الهجوم الذي طالها من قبل بعض الرواد من خلال منشور مساء الخير. التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وأطباعهم وأخلاقهم يحتاج إلى صبر وأحيانا إلى غباء متعمد. هذه الجملة ردت فيها الفاشينيستا السعودية نجلاء عبد العزيز على ما قامت به بالفعل، أن قامت بإلباس طفلها الذكر ملابس حفل الزفاف وقامت بوضع له مساحيق التبرج بالكامل. والآن الصور اتسرقت بعد أن قامت وأخبرت الجمهور بأنها سوف تقوم بعمل بروتين معين لشعرها لتغير من إطلالتها وتنشر الصور على نطاق واسع، وبعد الهجوم عليها لأنها تظهر بملابس كاشفة وبشعر عاري دون حجاب
تقول الصور اتسرقت من شخص موثوق به. كشفت الفاشينيستا السعودية عن عملية تجميل في أنفها، مؤكدة بالفعل أنها ذهبت للطبيب لكنه رفض وحذرها، لافتة إلى أنها أجرت فقط عملية شد للبطن منذ 3 سنوات. الحقيقة هي أنها أرادت أن تظهر بشعرها وشكلها وجمالها لتعرض نفسها على الجمهور بشكلها الجديد، وربما أهلها هم ومن وقفوا بطريقها.